طبعا وجودك في النادي الاهلي طبعا دي حاجه كبيره، وقلت له ان الواحد فخور ان هو بيلعب في النادي الاهلي، وطبعا النادي الاهلي هو اللي بيوقفك في الاماكن المحترمه دي والحاجات والجوائز الكبيره دي طبعا. وطبعا الجائزه دي بهديها برضو لاهلي ووالدي الله يرحمه، والدتي والمراتي طبعا ولاخواتي. وبقول يعني الحفله بصراحه حفله جميله، يعني انا جيت هنا السنه اللي فاتت كانت حفله جميله جدا ومنظمه جدا، كانت فيها كل النجوم الكبار سواء القدامى او اللي موجودين حاليا. طبعا بتمنى ان هي تنجح كل سنه كده ودايما من نجاح دايما يا رب. اللعب في النادي الاهلي مختلف، يمكن كمان اكيد ليه مميزات كتير، بس ضغط الجماهير اكيد بيكون من الصعوبات اللي بتواجه اللعيبه داخل النادي الاهلي، شايف ده ازاي وبتعرف ازاي تتعامل معاه عشان اكيد تنافسوا على كل البطولات؟ اكيد طبعا، اكيد اللي يجي يلعب في النادي الاهلي اكيد طبعا لازم يكون يعرف يستحمل الضغط ده، عشان طبعا النادي الاهلي دايما على طول تحت ضغط. النادي الاهلي بيلعب اكتر من 6-7 بطولات، الجماهير جماهير النادي مطالبه ان انت كل ماتش لازم تكسب، ما عندهمش سياسه انك تتعادل او تخسر، فدايما انت على طول في ضغط وفي ستريس. بس دي سمه اللعيبه الكبار ودي سمه شخصيه النادي الاهلي، اللي يلعب في النادي الاهلي لازم يكون عنده تحمل مسؤوليه كبير جدا، واكيد طبعا شرف لاي حد انه يلعب في النادي الاهلي طبعا. اخيرا جماهير النادي الاهلي دايما بتدعمكم وبتشجعكم وبتشوفوها اكيد داخل السوشيال ميديا وفي المباريات، تحب تقول لهم ايه بمناسبه اكيد تكريم النهارده؟ احب اقول لهم الماتش العين طبعا وريتونا حاجه عظيمه جدا، يا رب دايما تكون موجوده ودايما مشرفينا كده ودايما في ظهرنا، واحنا ان شاء الله نقدر نفرحكم في الماتشات اللي جايه في البطولات اللي جايه ان شاء الله. اخيرا بقى شايف ايه المختلف جوه النادي الاهلي؟ لا كل حاجه في النادي مختلفه بصراحه، كان سيستم كان لعيبه كان جماهير كان حتى وانت ماشي في الشارع بتحس بقيمه النادي الاهلي، وانت ماشي في الشارع بتحس بقيمتك كلاعب في النادي الاهلي، بتحس ان النادي الاهلي بيعمل قيمه لاي حد حتى لو مشجع بيعمل له قيمه، ودي طبعا حاجه النادي الاهلي طبعا لا مشهور بيها لا غنى عنها يعني، ويا رب دايما يديمها نعمه يا رب ان شاء الله.